بغيتي الشعر ديالك يطوال بالليل وبالنهار، بغيتي الشعر ديالك ما يبقاش نهائيا حس التساقط في الشعر ديالك، بغيتي الشعر ديالك يولي كثيف وقوي وعامر كأنك دايره كلبسات في الشعر ديالك ما شاء الله. غادي نشارك معكم محلول يا البنات اللي غادي تشكروني وغادي ترحموني عليه، بمكون اللي ما غاديش يطيح لكم في البال ديالكم ما شاء الله، كيخلي الشعر يا اختي كينغل بالكثافه، كينغل يا اختي الشعر، غادي ينغل في وسط الشعر، ما غيبقاش عندك حس الفراغ نهائيا، خاصة الناس اللي كيعانيوا من الصلع في منطقة الأمام اللي هي منطقة الجبهة أو وسط الشعر، أو الشعر كيطيح لهم بواحد الصورة اللي خيالية. محلول ديال بنات الشعب من أروع ما يكون، مكونات اللي سهلة وبسيطة بسيطة بسيطة، اللي ما شاء الله غادي ترجع لكم الشعر. اش غادي نقول لكم يا البنات، خليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش تشوفوا ان شاء الله مكونات زائد طريقة التطبيق. نبداو على بركة الله ونبداو كلامنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أول مكون إن شاء الله غادي نحتاجه هو القزبر أو الكزبرة الناشفة، راه معروفة ما شاء الله في المغرب، راه خاصة اش غادي نقول لكم يا البنات، راه واحد الفوائد اللي فيها للشعر للجسم للبشرة للتخسيس لعلاج الأمعاء لعملية الهضم. اش غنقول لكم يا البنات، هذا المكون هذا ذهب ما شاء الله، خاصة للشعر ما شاء الله يا البنات، راه كيحارب التساقط بواحد الصوره اللي رهيبه رهيبه، وكيعاود تحفيز نمو الشعر من جديد، وكيرطب الشعر وكيعاود فيه ديك الحيويه ديالو ما شاء الله بواحد الشكل اللي كبير 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 كبير، وكيرجع فيه الحيويه اللي كانت مفقوده بسبب احتواء فيه واحد النسبه اللي عاليه من مضادات الاكسده والفيتامينات. وغادي نحتاج ان شاء الله منه واحد جوج معالق كبار من القزبر. من بعد تاني المكون ان شاء الله اللي غادي نحتاج هو الزعتر. الزعتر البنات محبوبي انا، بعدا محبوبي هو الزعتر اللي ما كنخطانيش نهائيا وما كنستغناش عليه، خاصه في هذا الشهر المبارك. اش غنقول لكم يا البنات، ما خصش يخطاكم نهائيا، راه جميع الفوائد فيه ما شاء الله. من بعد ان شاء الله غادي نحتاج واحد جوج معالق كبار ديال البابونج ما شاء الله. البابونج ديال البنات راه كيعطي واحد اللون غزال يا البنات في الشعر، بحال اللون ديال الاخت ديالي اللي شفتو في لا فيديو، في اول لا فيديو، فهذه الاخت ديالي ما شاء الله الله يحفظها ليا، ما شاء الله يا البنات البابونج راه غني عن التعريف، فيه فوائد كثيره، غني بالفيتامينات، غني بمضادات الاكسده، غني بالمعادن، غني بزاف الحوايج ما شاء الله اللي كتخلي الشعر تبارك الله كيقوي وكيعطي كتعطي داك اللمعان الزوين في الشعر. من بعد غادي نحتاج ان شاء الله خمسه الحبيبات ديال المسمار اللي هو القرنفل. من بعد ان شاء الله غادي نحتاج تقريبا واحد ثلاثه المعالق كبار من الروز. الروز البنات راه فهو غني عن التعريف، راه ما كيخطاش نهائيا اي دار دخلتوا ليها، كيف ما قلت لكم مكونات اللي جد جد بسيطه وديال البنات الشعب ما شاء الله. انتم عارفين البنات في الشهر المبارك اغلبيه البنات كيعكزوا على الشعر ديالهم، كيبقاو مقابلين غير الشقه وتماره وطيب وصيب وهادي، وكينساو الحاله ديالهم وكينساو شعرهم وكينساو وجههم وكينساو بزاف د الحوايج. فهاد المحلول البنات شاركتو معكم اللي ما كيخطانيش نهائيا، وانتي جالسه جالسه نوضي اختي صوبي وخليه كيتبخ قدامك، راه ما شاء الله غادي يدي معك واحد الاسبوع ولا اكثر. فانا ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقه الاستعمال ديالو. من بعد غادي نجمع المكونات كاملين ان شاء الله، وغادي نزيد عليهم واحد الكاس كبير ديال الماء، كاس كبير ديال الماء البنات. ومن بعد غادي نحطو ان شاء الله فوق البوطه على نار اللي غادي تكون مهيله، وغادي نخليه يتبخ مزيان 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 حتى يبان ليا ان شاء الله الماء بدا كيتبدل ليه اللون وبدا كينقص معايا شويه الماء كيف ما كتشوفوا ما شاء الله يا البنات. هذا المحلول راه كنز هديته لكم، راه سهل ممتنع، سهل ممتنع، وواحد الريحه يا البنات، واحد الريحه الله، عرفتي كنت محتاجاها، عرفتي فتحت لي النفس ديالي ما شاء الله، مع ريحه الزعتر مع ريحه القزبر مع ريحه البابونج ريحه القرنفل، يا سلام يا البنات. اش غادي نقول لكم، ان شاء الله غادي تجربوه وغادي تشوفوا ديك الرائحه اللي كنهضر عليها ما شاء الله، ولات الدار عرفتي ديك الريحه فيها ما شاء الله غزاله غزاله. من بعد ان شاء الله غادي نصفي المحلول ديالي كيف ما كتشوفوا، غادي نصفي، غادي ناخذ غير الماء اللي تحصلنا عليه كيف ما كتشوفوا. من بعد ان شاء الله غادي نديرو في واحد البخاخ كيف ما كتشوفوا، غير بس يسهل عليكم المأمورية وباش يسهل معكم طريقة الاستعمال ديالو. الا ما عندكش بخاخ تقدري اختي ديري غير واحد شوية في القطن، جيبي شوية ديري في شي جبيبينية وديري القطن وبقيت ديري في الجذور ديال الشعر ديالك،
الا ما الا عندك بخاخ من الاحسن، لانه كيساعدك باش كتوزعيه على الشعر ديالك كامل. اذا ان شاء الله المحلول اللي غادي يبقى ليا، فما شاء الله هذا المحلول راه غادي يضرب معاكم تقريبا واحد الاسبوع ان شاء الله. غادي ديريه في واحد القريعه اللي كتكون كتسد مزيان، وغادي تحتفظي به في الثلاجه الوقيته ان شاء الله اللي غتبغي تخدمي به. غادي تخرجيه وغادي تسخنيه شي شويه، لانه ما يمكنش ضروري اي حاجه البنات انا تنقولها لكم، لا المحلول المحلي اللي كنصاوب معاكم او الزيوت ضروري ما كتسخنوهم واحد شويه، ماشي غير تجبديه من الثلاجه وكديريه للفروه ديال الراس ديالك، لا بالعكس هكا راه غادي يضربك البرد، غادي يضرك الراس. ما يمكنش تحطي شي حاجه بارده على حاجه سخونه، خاصك تدفيه باش الفروه ديال الراس ديالك تستافد منه وما يضرك للراس ديالك لا حتى شي حاجه. من بعد ان شاء الله ندوزو المرحله ديال التطبيق. غادي تحاولي انك تمشطي الشعر ديالك مزيان مزيان البنات. المرحله ديال التمشيط راه ماشي غير بعد زعما من بعد المحلول او من بعد مني كديري حمام زيت او مني كديري الدول شعرك، راه ضروري البنات فاش تفيقي الصباح الا بغيتي الشعر ديالك يكون طويل ان شاء الله والشعر ديالك يولي قوي وكثيف ما شاء الله، ما يكونش عندك كاع الفراغ وسط الشعر ديالك، خاصك ضروري تمشطي الشعر ديالك بطريقه اللي غتكون صحيحه. غتبداي من الاسفل للاعلى وما تخليش الشعر ديالك يتخبل، راه الا تخبل لك الشعر ديالك راه ما نعاودش لك شحال من شعره كطيح لك من الشعر ديالك. حاولوا البنات تعلموا انكم تمشطوا الشعر ديالكم ضروري كل نهار في الوقيته ديال الصباح وملي تبغي تنعسي، باش هكا كتحركي الفروه ديال الراس وكتستافدي مزيان مزيان من الشعر ديالك، غادي يزيدي طوال اكثر واكثر. من بعد غادي ناخذ المحلول ديالي وغادي نحاول انني نوزعه على الفروه ديال الراس مزيان مزيان، راه ما شاء الله كانك ما درتي حتى شي حاجه، راه انتم قدامكم صيبتوا الاخت ديالي وعاود درتو انا من بعد، راه ما شاء الله كانك ما درتي والو، يعني في الوقيته ديال الصباح تنوضي تصيبيه تقاديه ورشي اختي في الشعر ديالك وكملي الشقه ديالك وصايبي الفطور ديالك اختي، وانت بحال ما دايره حتى شي حاجه، وفي نفس الوقت موجده الفطور ديالك وموجده السحور ديالك وانت معالجه الشعر ديالك ومهلي اختي في الحاله ديالك. انا تنقولها لك راه ما كاينش اللي غادي ينوضك وينوض يتهلا فيك، راه خصك تنوضي اختي وتهلاي في راسك براسك. من بعد ان شاء الله غادي نوزع على الاطراف يا البنات، الاطراف 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 راه ما شاء الله راه كيستافد الشعر بواحد الصوره اللي رهيبه خاصه في الاطراف، واللي بغات الشعر ديالها ان شاء الله يخلف ويطوال خاصكم ضروري البنات كيف ما وريتكم ان شاء الله شاركت معكم واحد الفيديو قبل وريتكم كيفاش تقصوا الاطراف ديال الشعر ديالكم، حيت بهكا كتساعدي وكتعاوني الشعر ديالك باش كيزيد يطوال وكيتنفس. راه ما شاء الله يا البنات راه الشعر ديالكم غادي يولي مسبسب حرير 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 وغادي يطوال بالليل وبالنهار ان شاء الله الا تبعتي هاد النصائح اللي عطيتك وهاد الخطوات كامله اللي قلتها لك. راه ما شاء الله يا البنات هاد المحلول راه سهل وبسيط كيف ما شفتوا المكونات كامله، وان شاء الله انا البنات في هاد الشهر الكريم ما غادي نبخل عليكم بحتى شي حاجه، اي حاجة انا فادتني واستفدت منها الحمد لله غادي نشاركها معكم لانكم غاليات على القلب ديالي ودائما غادي نبقى نقولها لكم. بالنسبة ان شاء الله لطريقة الاستعمال ديالو، صافي من بعد مني كترشي الشعر ديالك مزيان مزيان كديري هاد الضفيرة، هاد الضفيرة البنات حاولوا انكم تولفوها في الشعر ديالكم، راه سبحان الله كتخلي الشعر ما شاء الله كيطوال وكيعطي واحد الرطوبه واحد اللمعان ما شاء الله. يعني هاد الضفيره حنا تربينا عليها من الصغر ضروري في الليل قبل ما ننعس انا بعدا ضروري الضفيره، وكذلك هكا اختي راه ما شاء الله كتعاون الشعر واحد الدرجه اللي كبيره كبيره. وصافي البنات بهاد الطريقه وغادي تداوموا عليها ان شاء الله 3 ايام متتاليه وغادي تغسلي الشعر ديالك، 3 ايام متتاليه وغادي تغسلي الشعر ديالك، راه ما عندها حتى شي ضرر نهائيا وما فيها حتى شي ريحه اللي غادي تخافي منها، واخا ديريها حتى اسبوع متتالي ما فيها حتى شي ضرر. وصافي البنات وصلنا لاخر مرحله، اللي بغات تواصل معايا مرحبا بكم والف مرحبا بكم على الانستغرام ديالي اللي كنخلي لكم في اسفل الشاشه وفي صندوق الوصف تواصلوا معايا، وكذلك الصفحه الرئيسيه ديال الفيسبوك. مرحبا والف مرحبا، ما سخيتش بكم البنات وغادي نقول لكم ان شاء الله في الفيديو الجاي.